بسم الله الرحمن الرحيم. محطة ضغط مشروع الممر السفلي بطريق الملك عبد الله بريدة، شركة الرواب للتجارة والمقاولات. عمق 19 متر من منسوب سطح الأرض، بداية المرحلة الأولى بعد صب الخوازيق وانتهاء من الحفر الخرسانة العادية الأولى. دي شيب المية، مجاري المية اللي نازلة من الحجر، سبحان الله. الكهوف الموجودة كأنها شعب مرجانية، الحجر الموجود كأنه شعب مرجانية، وادي المجاري المائية داخل الأحجار. سبحان اللي فجر من الحجر عيونه.